عماد النحاس اسم محفور في ذاكرة الجمهور المصري لكرة القدم عامة وجمهور الأهلي بصفة خاصة. مشوار طويل ومثير وقوي ومثمر مع كرة القدم. النحاس بدأ المسيرة من مسقط رأسه من الجنوب وأكمل مشواره ببراعة إلى أسوان والإسماعيلي والأهلي، التجربة الأكثر ثراء وله فيها بصمة كبيرة. بل يظل الأهلي في مسيرة عماد النحاس البصمة الكبرى والإنجازات العظيمة. النحاس كان واحدا من أهم المدافعين في كرة القدم المصرية، سواء في مركز الليبرو أو المساك. قدم مستوى فنيا وبدنيا عاليا لسنوات طويلة، لقب خلالها بنفس اللقب الذي ناله الكابتن حسن حمدي كوزير للدفاع، فتألق وأجاد وصنع الأمجاد مع الأهلي سواء في دوري الأبطال أو الدوري أو كأس مصر، وكذلك السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية. وكما كان النحاس متميزا في مشواره كلاعب، تميز في مشواره كمدرب وخاض تجارب تدريبية عديدة، أهمها مع أسوان والمقاولون العرب. عماد النحاس كان وسيظل أيقونة كروية في خط الدفاع. كابتن عماد أو العمدة أو ملك الدفاع، أهلا بك على شاشة الأهلي مع المجري.